عندنا مباراة ثانية أمام منتخب باراغواي، إن شاء الله إحنا كنحضروا مزيان، ترينينا مزيان، كنطبقوا التعليمات ديال المدرب، غندخلوا عازمين باش إن شاء الله نقدموا واحد الأداء جيد اللي يرضي الجماهير المغربية باش أننا نفرحهم إن شاء الله في لاكوب تيمو. المستوى كان جيد، الدراري قدموا واحد الأداء جيد، كنا جد فخورين بالأنفس ديالنا، ولكن هادشي ما غاديش ننساو، غنزيدو نخدمو باش أننا نفرحو المغاربة إن شاء الله. كتدخل ضمن استعدادات ديالنا لكاس العالم، اخر مقابله كنظن باش ندخلوا في المعسكر الاخير للتحضير لكاس العالم. الحمد لله المقابله الاولى كنظن بان الجمهور المغربي كان راضي على الاداء لا على النتيجه، اننا نمشيو بنفس النسق نفس الريتم نفس الضغط ان شاء الله باش نختموا هذا المعسكر بواحد النتيجه ايجابيه وبواحد الطمانينه اللي نقدروا نخليوها للجمهور المغربي ان شاء الله. كنظن بان دائما المردود ديال اللاعب المغربي كيكون مزيان، خصوصا ملي كنشوفوا الملاعب ممتلئه، كنظن بان الجمهور المغربي دائما كيكون عند حسن ظن اللاعبين. كنتمنوا اننا المقابله ديال بعد غد اننا نكونوا في المستوى ديالنا ونهديهم واحد الانتصار ان شاء الله، اللي كيف ما قلت في الاول يخليهم مطمئنين سائما على مردود المنتخب المغربي. ما نساوش بان عندنا 5 ايام ولا 6 ايام رفقه المدرب جديد، كنتمنوا اننا نفهموا الفلسفه ديالو بسرعه. الحمد لله كنظن بان السي وليد ما كيطلبش حاجات كثيره، هذا الشيء بان من خلال تطبيق ديالنا الخطه ديالو في المقابله الاولى من بعد يومين ديال التمرين قدام منتخب مدغشقر، زكينا هذا الشيء في مقابله كبيره امام منتخب كبير. كنظن بان السي وليد ما كيطلبش كثير من اللاعبين، الطريقه السهله ديالو بانه كيوصل المعلومه للاعبين كنظن هي اللي خلاتنا اننا نكونوا نطبقوا شيئا ما 80 حتى 95% من داكشي اللي باغي، ولكن كنظن باننا باقي ما وصلناش للمستوى اللي كيطمح ليه هو واللي كيطمح ليه الجماهير المغربيه. حنا ما علينا الا بالعمل ارضاء كل الشعب المغربي.